ايه ده؟ انت صحيت ولبست يا حبيبي؟ اه يا حبيبتي ونازل. طب ما صحيتنيش ليه؟ اعمل لك فطار. فطرت نفسي. ما عنش عليا صحيتي. انا عارف انك سهرانه طول الليل مع يوسف. ابنك ده رهيب. قلت الدواء هيفرهده وينام. فضل صحيلي لحد الفجر. عنده قدره عجيبه على السهر 3 4 ايام. المهم اخبار السخونيه ايه؟ نزلت؟ شكله ابتدى يخف. بس طبعا متعكنن عشان اجازه الميد تيرم راحت. معلش هبقى اعوضها له في اليومين اللي جايين دول. مش عايزه حاجه اجيبها لك معايا وانا جاي؟ لا يا حبيبي ميرسي. انا هاخد ايتن اوصلها على النادي، بس انت اللي هتجيبيها. اوكي ماشي. طب يلا باي باي. باي. يلا بسرعه يا ايتن، لو اتاخرت هسيبك وامشي. وراك يا بابا. ايه ده؟ انت صاحي ولا نايم؟ ايوه انا صاحي. مفيش حضن قبل ما تمشي ولا انت مستعجل؟ لا ازاي؟ حضن كبير كمان. بس بالراحه، انت لسه تعبان. على فكره انا خفيت. معقوله؟ طب وريني كده. اه جامد. اه لا لا انت خفيت فعلا. طب يا حبيبي انا نازل دلوقتي عشان رايح الشغل. مش عايز حاجه اجيبها لك وانا جاي؟ انا عايزك تقعد معايا النهارده. كان نفسي والله يا حبيبي، بس انت عارف ان بابي عنده شغل. على العموم انا هخلص شغلي بدري واجي نسهر سوا طول الليل، ايه رايك؟ انا عايز العب معاك بالبلاي ستيشن. وانا موافق. انا بحبك قوي يا بابا. وانا كمان بحبك قوي يا حبيبي. صباح الخير بابي. اخرت عليك؟ مش قوي. عامل ايه؟ الحمد لله. قريت؟ ها وايه رايك؟ زفت. انت عارفه مين اللي كاتب الروايه دي؟ عارفه، بس مش معنى ان كتبه بتتوزع كتير ان كلها حلوه. طب ايه رايك بقى؟ هو ملوش غير روايه واحده حلوه والباقي كله بيتوزع على حسها. طب ايه رايك تيجي معايا دار النشر وتقولي انت بنفسك الكلام ده؟ طب ولو قام زعل ومشي انت مش هتزعل؟ لو انت هتوافق تشتغل معايا في دار النشر يغور هو في 60 ده، مش عايزه. طب والعياده هم فيها ايه بس؟ يا ستي موبايلك بيرن يا بتاعتي. مين؟ مش عارفه نمره غريبه. يلا بقى عشان نفطر. طب انا هخش ارد جوه. لا ليه يا بابي؟ انا هقوم، انا كده كده رايحه لمنى ويوسف وبعدين هطلع العياده. يلا. باي. بونجورني. بونجور. صباح الخير يا مستر يحيى. صباح النور يا علا، ايه الاخبار؟ باشمهندس عمرو طالب اجتمع بينا النهارده. ما قالش ليه؟ لا، كل اللي قاله انه ضروري نجتمع النهارده. طيب باشمهندس ماهر وصل ولا لسه؟ اه وصليني بيه. حاضر. اطلع على الموقع. طب وانا؟ بعد ما نوصل ايتن النادي الاول. صباح الخير يا يحيى بيه. عرفت ان عمرو عايز يجتمع بينا النهارده؟ اه علا قالت لي. فاكر المقايسه اللي طلبت منك انك تجهزها من اسبوع؟ اه طبعا وخلصتها. اه عدينا ال 500 مليون؟ قربنا عليهم بس ما عديناهمش. عظيم. طب جهز المقايسه بقى علشان نناقشها النهارده في الاجتماع. بابي هو ال 500 مليون دول هتدفعهم ولا هتكسبهم؟ قاعده ساكته طول الطريق عماله تلعبي في الموبايل. بقك ما اتفتحش بس غير لما سمعت سيره الفلوس؟ طب ما هو رقم يخلي اي حد يتكلم. دول 500 مليون. عارفه ايتن لو ابوكي ما دفعش ال 500 مليون دول النهارده؟ هديكي منهم مليون. بجد؟ بجد؟ بجد ايه؟ يا الحدايه بترمي كتاكيت كده؟ خليك انت بس في موبايلك اللي لحس مخك ده.
السلام عليكم. صباح الفل يا باشا. بنفسك جاي الصبح بدري كده؟ لا خير يا أسامة. جاي فين؟ محدش جاي يا باشا. يعني شهاب اخويا ما جاش هنا امبارح؟ عرفت ازاي يا باشا؟ انت اللي عارف يا عشري وهتقول. مين كان معاه؟ ورحمه ابويا دخل غصب عني يا باشا، كان بالليل وطبيب عليا هو وزمايله البهوات بالعربيات ودخل يا باشا. لا مؤاخذه يا يحيى بيه، شهاب بيه اخو حضرتك مجنون وطايش، وانا راجل صاحب عيال. افتح بقى بقك، طلع لسانك الطويل ده. ايوه خلاص الحمد لله زي الفل. خلاص انا مطمنه عليه جدا، هو كويس من اخر كشف، بس انا قلت اطمن زياده. نقدر بقى نوقف الانتيبيوتيك ويخرج عادي، وكمان نرجع تمرين السباحه. يوه التعب احسن. حد يحب التعب يا يويو؟ ما بحبش تمرين السباحه. ليه؟ وانت مش عايز تبقى بطل سباحه؟ لا انا عايز ابقى فهد زي بابا. يعني ايه؟ يقصد يحيى ايام ما كان في الحراسات كانوا مسمينه فهد. هما كده كده بيطلعوا اسامي على بعض، يعني مثلا كان عند واحد من زمايله كان شاطر في النشان كانوا مسمينه صقر، يحيى بقى كان سريع في ضرب النار والجري كانوا مسمينه فهد. اصل يوسف من كتر ما بيقعد يقول فهد فهد، فانا قلت فهد ده بقى كرتون كاركتر في فيلم ولا حاجه. حبيبتي اللي بيحكيه لنا يحيى عن شغله القديم اصعب من اي افلام. على فكره بابا يقدر يدافع عن اي حد، وكمان يقدر يقتل جيش كامل. بطل افوار يا يوسف. بابا بيجري اسرع من العربيات. لا يا حبيبي بابا بيطير. على فكره بابا ما بيطيرش، بس هو نطته كانه بيطير. خفوا هيفوق علينا. ربنا يحميه، هو اي ولد كده بيبقى شايف بابا اقوى راجل في العالم، ما بالك بقى باب زي يحيى. ربنا يخليكم لبعض. حبيبتي انا ماشيه بقى عشان الحق العيال. يلا حبيبتي سلمي على طنط قوي. حاضر. مهندس عمرو معاك الساعه كام؟ الساعه 3. طب ابعتي لي مهد على المكتب وبعدها ب 10 دقايق بالظبط ابعتي لي مهر.
مدام ناهد بصراحه عايز حضرتك في المكتب. لا 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 كده كتير كتير قوي، مش معقوله اللي بيعمله شهاب ده. من ساعه وفاه ابوك وهو ما بقاش مظبوط، مش عارف اعمل عليه كنترول. شهاب ما كانش كده. لا كان من ايام بابا الله يرحمه، وبابا كان مدلعه وهو كان بيتحمى فيه. وده ذنبي؟ مش ذنب حد، هو ذنب شهاب، بس كل واحد لازم يعمل اللي عليه. خدي موقف كأم وكشريكة هنا في الشركة، اللي بيعمله شهاب ده ممكن يضرنا من ناحيتين، في سمعتنا كعيلة وفي شغلنا. انت عارفة لو حصلت كبسة على البي هو وشوية الحوش اللي معاه وهم جوه الموقع هيحصل ايه؟ الموقع هيتقفل، هيقعد له حبة حلوين عبال ما اعرف اتصرف، وده ممكن يضرنا جدا في السوق. وانا تعبت معاه، مش عارفة اعمل عليه كنترول، بيستغل ضعفي قصاده وبيعمل اللي هو عاوزه. انت تعرف ان هو سايب لي البيت بقاله اسبوع؟ تعرف ان هو ما بيردش على تليفوناتي؟ انا مش عايز اشد عليه عشان ما يكرهنيش اكتر، بس ساعات الشده بتبقى مطلوب، وانا خايفه اشد انت تزعلي. لا شد، اتصرف، هجيبهولك لحد هنا وانت اتصرف معاه، بس يرد على تليفوناتي. خلي اقول السكرتيره تتصل بيه. بقول لك ما بيردش على تليفونات حد. حصلت ولا معرفهاش؟ لا لا مفيش حاجة، وريني المقاسات. أيوة يا بابا حبيبي، طمني عليك عامل إيه؟ أيوة يا منى حبيبتي، وحشاني جدا جدا. ها وإيه أخبار يحيى؟ والولاد كويسين؟ الحمد لله الحمد لله. لا والله يا منى مش الأيام دي، لا مشغول شوية، بس قريب هتسمعي أخبار كويسة أوي أوي. هخلص ورق وبعدين اجيلك. شويه اوراق كده خاصه بالبنك. طب يا بابا لو عايز يحيى يساعدك مفيش مشكله، انت عارف مش هيقول لا، يحيى بيحبك وانت عارف. ايه يا منى حبيبتي، انت نسيت ابوكي ولا ايه؟ ابوكي عمره ما طلب مساعده من حد، حتى لو كان مين. طيب يا حبيبتي مع السلامه. الو. اهلا وسهلا، انا فكرت في الكلام اللي انت قلته لي وموافق، بس على شرط الفلوس كلها كاش.